بونجور ديزاد نيوز، وليد كحال، مرحبا بكم عند قهويستا. محل قهويستا هو محل وفضاء وفضاء لعشاق القهوة. واش معناتها؟ معناتها كاين الناس الجزائريين ولا من الأجانب اللي يحبوا القهوة، يعيشوا في الجزائر يحبوا القهوة، يجوا عندي باش يذوقوا قهوة، سواء القهوة اللي يعرفوها ديجا ولا قهوة جديدة. دونك يجوا عندي قال فوالا أنا حبيت قهوة عاملها هكذا ولا عاملها هكذايا، أعطيها لي ولا بروبوزي لي حاجة من عندك. هنايا أنا نحمص القهوة بطريقة تقليدية، سي توجور أن بروسيس أرتيزانال، بصح واش حنا واش ضبط فيه؟ ضبط فيه الاستعمال التكنولوجيا الجديدة. دونك في الحماص تاعي عندي 202 كابتور دو تمبيراتور، وعندي لوجيسيال. هذاك اللوجيسيال يسمح لي باش نتبع درجة الحرارة داخل الحماص، وباش نضبط درجة الحرارة، ونضبط ثاني درجة تدفق الهواء. وهذا مما يسمح لنا أن يكون عندنا تحميص عصري، وتحميص نقدروا نضيفوا فيه صوالح جدد باش يعطينا نكهة للقهوة، نكهة أخرى للقهوة بارابور لواش عندنا دركا، واش كاين دركا ديسبونيبل، واش كاين دركا ديسبونيبل في الجزائر. هذه سي ليثيوبيان اللي عندها درجة التحميص تاعها تكون فاتحة شوية، سي سكون ابيل لايت روست. هادوما سي لي دو ميديوم روست تاع لي زارابيكا اللي يعطونا نكهات تاع الشوكولاتة وتاع الكاكاو. وهذه منايا هذه منا سي ميديوم دارك، ما لحقناش للدارك هنا، ما لحقناش للدارك، ماهيش غامضة بزاف، هي لا روبوستا تاعنا فيتناميان. والروبوستا اون جينيرال كامل نحمصهم بعد الدرجة تاع التحميص هذه اللي تكون اغمض من لي دو زارابيكا اللي كانوا قليل اللي راهم قدام اللي راهم هنا. السلام عليكم. صافا لوباس؟ الحمد لله. هو بيستا كوم دابيتود. بس ما عندناش، بالك يكون عندنا جديد 2024. يعني كافي ارابيكا. كلميو كافي كي دخلوا يقول لك انت واش دير هنا، خاطرش ماشي معروفين بهذا لو جور دو بوتيك، ما عندناش بزاف في الجزائر هذا لو جور دو بوتيك. دونك على بالهمش، ميم سي يعني حاط في لونسين كاتبها جوستومون، كتبتها باش الناس ما تتلفلهمش تحميص وطحن القهوه. بصح ما ادري صح كي دخلوا يسقسيو واش انتم واش ديروا هنايا. انا جو ليكسبليك ماني تخي، نحب نهضر مع الناس، نحب جو في جيم بيان فير ديكوفرير لو كافي او جون، و نكسبليكي لهم على شاك فوا نكسبليكي. ما نعياش يدخلوا السلام عليكم واش راكم ديروا هنا، نكسبليكي لهم نقول لهم كيفاش ندير، منين نجيب القهوه، كيفاش نحمصها، والقهوه اللي عندي، و قلت لك جو لو في افيك بليزيا، ما با سوسي كامل. تري بيان، هاد لي باكاجينغ هادوما، دونك يا شاك وي شاك كيما قلت انت، يا شاك كافي عندو لو باكاجينغ تاعو، هما الباكاجينغ كامل كيف كيف، عندك توجور انا اللوغو تاعي هنايا، هنا الحبة تاع القهوة اللي تحكي واش كاين الداخل، كاين قهوة، هذا سي ان باك دو كافي. وشاك بيرسوناج هنايا سي دي بيرسوناج هادوما، شاك بيرسوناج كيما هنا قهوة اثيوبية، هادو سي دي بيجو تاع لي زيتني، تاع سيغتان زيتني في اثيوبيا. دونك شاك باكي هنايا راه يحكي على لي تراديسيون تاع البلاد هذيك. كيما كو في حاجة وي بيان سور لومبالاج هذايا او فيت سي هذا واش يستعملوا في الانترناسيونال، يستعملوا سكون ابل ان كرافت، لو كرافت هذا اللي دوبلي. وعلاش اللي دوبليه؟ باش يحافظ على نكهات القهوه، هاد البابي هذا يحافظ على نكهات القهوه. انا كاين كيجيو ليا لي كليون تاوعي، بون يدوها اون غران ولا يدوها مرحيه. وكي نكمل كنكملهم التحضير تاع الباك تاعهم، واش ندير؟ نغلقوا لهم هنايا بلا سيلوز، هذه تاعي نغلقهم هنايا،
لو باك هذا يقدر يقعد نكهات القهوه كامل تقعد الداخل ما تخرجش باسكو مغلوق. الانسان كيلحق للدار واش يدير؟ يقطعو هنايا اسنيبو لا يقطعو ومن بعد كوم سي ان ساك لي فيه الزيب دونك الانسان يدير القهوه تاعو يعاود يفتحها يدير القهوه تاعو ياخذ الكميه اللي حبها هو من بعد يعاود يغلقو هكذايا. وهذا لو باك يقدر يقعد معاه حتى تخلص القهوه كامل.